حسن. حسن ايه السامية ديال صاحب الجلالة الله ينصرو اليوم كيتفتتح هذا المعرض الكبير ديال النسيج والألبسة. خاصكم تعرفوا بأن النسيج والألبسة واحد القطاع جد مهم في بلادنا، لأنه 1600 وحدة صناعية كتوظف 235,000 منصب شغل، وهي الأول المشغل الأول في القطاع الصناعي. هذا الرقم الأول المهم، كذلك هو المصدر الثاني اللي كيسجل رقم معاملات مهم بعد تصدير ديال السيارات حوالي 46 مليار درهم. هاد جوج ارقام كافيه باش تبين بانه قطاع النسيج والالبسه في بلادنا قطاع اساسي ومهم واستراتيجي. واليوم بفضل تعيين ديال صاحب الجلاله لكتابه الدوله في التجاره الخارجيه، غادي تعطى واحد النفس ايجابي، واحد النفس جديد لهذا القطاع، من اجل مواكبته، من اجل مساعدته، من اجل دعمه، لكي ينتج اكثر، لكي يصدر اكثر، ولكي يعطي مناصب شغل اكثر. الرهانات اللي عندنا في هذا القطاع، وهو الحمد لله بلادنا كتوفر على 100 اتفاقيه تبادل الحر. هذه 100 اتفاقيه تبادل الحر كتفتح افاق كبيره واسواق كثيره حوالي 2.6 مليار مستهلك. واليوم هذه الصناعه ديال النسيج والالبسه اللي هي صناعه رائده في بلادنا واللي كتعرف واحد الاقبال كبير لا داخل الوطن ولا خارج الوطن، ما يمكن الا ندعموها، ما يمكن الا نواكبوها، ما يمكن الا نردوا كذلك الشركات الصغرى والمتوسطه اللي اليوم اللي كتصنع تصنع محليا اننا نواكبها باش تولي شركات مصدره ان شاء الله في المستقبل. وفي الايام القليله المقبله غادي نجتمع معهم وغادي نكون جلسات ديال الانصات وديال الاستماع باش نعرفوا شنو هما المشاكل اللي عندهم باش نحاولوا اننا نساعدهم وناخذوا بيديهم، لان قطاع مهم ما يمكن الا ان شاء الله نساعدوه ونعاونوه. وصاحب الجلاله كيعطي اهميه كبرى لهذا القطاع ديال الصناعه بصفه عامه، وهذا القطاع ديال الصناعه الالبسه والقطاع ديال النسيج والالبسه كيحتل فيه مراتب متقدمه. ان شاء الله كاين هذا الاسبوع كان في هذا المعارض، الاسبوع المقبل غادي نبداو ان شاء الله اللقاءات مع الجمعيات المهنيه، مع المهنيين، مع لا سي جو ام، مع لا سميكس، مع كذلك الناس اللي خدامين في النسيج، مع صناعه السيارات، صناعه الطائرات، ولكن في الشق المتعلق بالتجاره الخارجيه. السيد الوزير والوزاره ديال التجاره والصناعه اعدت برنامج كبير واستراتيجيه كبرى. اليوم حنا غادي نمشيو ونزوميو ونحاولوا اننا ناخذوا تخصص التجاره الخارجيه من اجل تطوير الارقام ديالها للتصدير. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.